وينضم إلينا من إسطنبول مراسلتنا ليندا الغلاييني. أهلا بك ليندا. ليندا، ما هي آخر الأنباء المتوفرة حول حملة الاعتقالات التي شنها السلطات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة؟ نعم، كما قلت سابقا، هناك حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لأبنية حكومية تحصن بها بعض الانقلابيون. هناك أيضا الكثير من القضاة ومن الجنرالات ومن رتب عالية جدا، كان آخرها المسؤول المرافق أو المستشار العسكري للرئيس رجب طيب أردوغان، تم اعتقاله منذ ساعات قليلة. أيضا تم اعتقال قادة يحملون رتب عالية جدا في تركيا. منذ قليل وردنا خبر عاجل بأن هناك عملية أمنية تضم أكثر من 600 شرطي ستتم هذه العملية ستقوم بمهاجمة قاعدة قونيا الجوية. يبدو أن هناك بعض الانقلابيون لا زالون يحتمون بالقاعدة، فأعلنت الحكومة التركية عن قيامها بعملية أمنية بمشاركة أكثر من 600 شرطي. نعم ليندا، هل ما زالت المظاهرات مستمرة الليلة أيضا، وهل تحظى بالزخم الذي كان في اليومين الماضيين، أو مسيرات التأييد كما أسميتها؟ نعم، الحقيقة أن ساحة اسطنبول لا زالت تعج بالمواطنين، وبالذات في ساحة تقسيم وساحات منطقة الفاتح وأيضا باقي المحافظات التركية، تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المتظاهرين ساعة بعد أخرى. الحقيقة أن الشارع التركي يبدو أنه مصر على موقفه ولن يتراجع، وهو مصر وينوي تلبية دعوة الرئيس التركي، وهذا يؤكد على وحدة صف الشعب التركي الذي أكد وأثبت وعيا منقطع النظير. نعم ليندا، ماذا عن حركة الملاحة الجوية في مطار أتاتورك بشكل عام والخطوط الجوية السعودية بشكل خاص؟ نعم، الخطوط الجوية السعودية غالبا سيتم إعادة جميع الرحلات التي كانت مؤجلة. مطار أتاتورك أعلن استعداده لاستقبال جميع الطائرات من كافة أنحاء العالم. بعض الدول لا زالت تعلق رحلاتها إلى تركيا وتقول بأنها سوف تراقب الوضع في اليومين القادمين، ولكن معظم الدول أعادت تسيير رحلاتها وإن كان بشكل تدريجي. نعم، شكرا لك مراسلتنا ليندا الغلاييني، كنت معنا من اسطنبول.